ابتدى اخون قتل قدر اخوه وعاش بجنون في جوف ليله والظنون 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 انسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون إنسان تأكد يا طول الله عمرك أن الأمور دي بتكون إن شاء الله على أحسن ما يكون وأعتقد أن دي ثورة شباب لا أقل ولا أكثر هذا اللي أنا أحاول أقنعتهم به أبو الفضل أرجوك إذا تقدر تسوي شيء تصرف الحين إن شاء الله أسمع مين الآخر وبعدين أتكلم كيف يعني بعدكم؟ طيب خبرني إيش اللي صار وعمتك وعد إيش سوت؟ قيصر اتصل بأبوك وهو يتصرف كل هالوقت ايش سويوا معك؟ قيصر قيصر لا حول ولا قوة إلا بالله هذه مرة ثانية وينقطع الخط تراك يا أبي صدعتي كل شوية متصلتي الله يهديكي بس أنا ما أريد يتبهدل وشكلها وعد ما خاطرة تسوي شيء أنا بروح المستشفى يا عمي زينب سلم على شدة وإحنا هنزوره قريب إن شاء الله رضيع
على ما أظن ما عندي أمك. المهم تتذكري إني بعدني بنتك. إيش قصدك من هالكلام؟ لا ولا شيء، أنا رايحة. لا، الظاهر البنت جنة من مرض ولدك شدات. الله يشفيك المريض وكل مجنون. هذا كأنه يقصدني أنا. مشكورين وجزاكم الله ألف خير. ما عارفة إيش أقول. عساك سالمة دائما يا عمة، خيرك سابق. لا يكون في خاطرك شيء للحين يا سالم. قبل لا أشوفك وأتكلم معك ما كنت أشوف أكرم وأنبل وأكثر إنسانية من عمي ماجد. ما غريبة أنه هو تعلم كل هذا منك. سعد، ممكن تمر علي المحل في أي وقت يناسبك؟ أكيد أنا أتشرف وفي أسرع وقت. أنا ذلكم. شوف هي ايش سوت، وهو ولا حتى اعتذر. بعدين معاك يا سعد، علشان خاطرها نحن خلصنا الموضوع، وعمك نفسه ما كان بيرضى ان قيصر يخش الحجز للسبب ده. يلا يا سعد، يلا بينا نشوف اشغالنا. يلا يلا يا جماعه. أبو الفضل. خير يا قيصر. أنا تقصدت إني أخرج متأخر من المركز عشان بغيت أكلمك. تفضل. ممكن توصلني معاك ونتكلم؟ عرفت إنك أنت اللي أقنعته يلغي البلاغ. ممكن أعرف ليش؟ عمك ماجد لو كان موجود كان سوي اللي أنا سويته. ممكن أكون صريح معك وأسألك، انت ليش صرفت معهم بذيك الطريقه؟ وتريدني انا بعد اتكلم بصراحه؟ اكيد. انا استأت لما عرفت ان طول ذيك السنين انت تشتغل لصالح عمي ماجد وعلى حساب ابوي. وانت ليه حسبتها بذي المعنى؟ وكيف تريدني احسبها؟ كيف يا قيصر؟ يا قيصر، في امور عائليه كثيره غايبه عنكم، انا ما من حقي اتكلم فيها. لكن اللي اريدك تتاكد منه انه سبب وجودي غير اللي تقول عليه انت الحين. طيب تفضل وقول. مهما قلت انا فما بتصدقني، لكني اؤكد لك انه سبب نبيل وسامي ومع الايام انت بتعرفه بذاتك. انا رفعت بلاغ ضدك، بلاغ هروب. غلطتك انك ما نقلت الكفالة بسرعه. يقدر الله وما يشاء يفعل. وايش يعني؟ زي ما سمعت، بس لاول مره عمك ماجد يطلع تقديره للناس غلط. وايش قال عني؟ تتوقع انه ممكن يعرقلك؟ ما اعتقد. قيصر راس نظيف، هو عمره ما غلط في تقديره. أنا سحبت البلاغ اليوم، وإذا الأوراق موجودة عندك أعطيني أوقعها. خجلتني وما أعرف إيش أقول لك. ضعف! أنا ما أقول إلا إنه هذه حالة ضعف، وما توقعتها تكون منك. تسمح لي أوضح لك؟ إيش توضح لي؟ أمرتك بعد ما يتنازلوا عن البلاغ تسلم أبو الفضل. ليش تراخيت؟ ليش؟ ما قدرت يا أبوي، ما قدرت. هو اللي قنعه يتنازل، فكيف أجاز الخير بالشر؟ وهذا الضعف بعينه.
انت غلطت معاهم مره وقدموا عليك بلاغ. شوف كم مره غلط علينا ابو الفضل طول هذه السنين. انا سويت اللي فيه قناعتي يا ابوي. أنا أشوف إنك تاخذ لك إجازة يومين علشان تهدى أعصابك شوية. بس عندنا شغل المشروع. يومين إجازة ما بيفوتك الكثير. وأنا راح أقول لك بكل جديد أول بأول. مروا المالية أنا أمرت لك بمكافأة أنت تستاهلها. قيصر في امور عائليه كثيره غايبه عنكم، انا ما من حقي اتكلم فيها. أكيد أنا أتشرط وفي أسرع وقت. ولا محطة عقبي. طبعا لما يكون الواحد يفكر بشيء يصير ما يشوف شيء. ما فهمتك. العمة وعد تتوقع ليش نادتك باسم عمك مبارك؟ يمكن عشان الشبه اللي بيني وبينه. معك حق، حتى ذاك المنصور كلمك عنه لمجرد انك تشبه. ارجوك لا تذكرني فيه، ما اريد اتذكر اي كلمه قالها عن عمي ماجد. بس اتوقع حتى هي تريد تكلمك عن عمك مبارك وعمك ماجد. عمنا ماجد ليش ما كلمنا من القاهره لحد الحين؟
صدق المثل اللي بيقول مسير الحي يتلاقى. انا مبسوطه ان انت لقيت هدوءك واستقرارك. الحمد لله. صدقي اول ما شفتك حسيت كأن تفارقنا من امس. من 6 سنين بس فضلت سنين مستنيه ان احنا نتقابل بظروف احسن من دي، لكن قدر الله وما شاء فعل. هذه سنة الحياة يا دلال، وأهم شيء أنك تكوني مبسوطة ومستقرة. الحمد لله الحمد لله. وأنت؟ أنا قبل لا أجي بيومين تقدمت لخطبة رقية. وليش الضحكة الحلوة هذه؟ لا هو رؤية صح، يعني أنت معطاك حد يرقيك طول الوقت فعلا. حبيبي تعالى سلم. ازيك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ ماجد. اسمي ماجد. راشد اليوم اخاف يكون تعبان يا وعد. من امس هو ما يكلم احد. الحمد لله. انا شفت البارحه بالليل وبوقت متاخر وهو يدور حوالين البيت القديم. وانت ما عندك شغلة الا هذه؟ تشوف اللي رايح واللي جاي؟ وايش تريدني اسوي؟ وانا ولا كأني موجودة اصلا بهالبيت. صار بعد نايم يا ماجدة؟ كان البارحة سهران شوي.
الحين انت ليش قاسة تأكليهم؟ خليهم يعتمدوا على انفسهم. جلس تريق. انا شبعت، انت ما تشبع؟ قلت لك اجلس. انا بعدني ما شبعت جدي. انا بروح اصحي قيصر. نعم خير. هذا العطر النسائي. نسائي؟ لا 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 طبعا، رجالي رجالي، اقصد ان اريده هديه لعمي لان عمي تعب بريحه الياسمين. الاخ سعد كيف حالك؟ الحمد لله. عساك طيب؟ الله يعافيك. يا مرحبا وسهلا. احنا تقابلنا من قبل صح؟ ايوه طبعا تقابلنا، بس عاد ارجوك لا تحاول تتذكر. تفضل تفضل، العمه وعد بانتظارك. تفضل. حياك حياك حياك. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. تفضلوا، ما فيكم اي شيء، تفضلوا. في عندنا. انا اسف اني تاخرت عليك يا راشد، بس هذه الايام انا قليلا موعد. لا ابدا، انا اللي جيتك بدون موعد يا قاسم. الله على ذيك الايام اللي جمعت. بعدك تتذكر؟ انا ما ممكن انسى. يمكن انت ايام العز نسيتك اياها. عمر العز لا خفف همه. يا راشد انا ما بسألك ليش، لاني متوقع اني بشوفك في يوم من الايام. انا توقعت انك بعدك شايف نفسك شيء مني. اعطيني اياك. تذكر هذه يا راشد؟ أظن إن تفهمنا يا راشد، ولا تريد ترجع في كلامك؟ أنت تعرف إن أنا ما كنت أريد أبيع الورشة لولا لولا طلب زايد، علشان الورشة الحين ما تناسب مقامكم ولا قدركم بين الناس. ووعد ناويين تزوجوها لواحد غيري وغني؟ انا عارف ان السالفه هذه وراها زايد الخبيث وانت مشاركنا. لا تخلينا اندم على اني بايعتك الورشه. البيعه انتوا استلمتوا فلوس ولحد الحين ما غيرتوا شيء باسمي. انا اكتب كل شيء باسمك، بس انت وافق على انك تغير رايك في زواجك من وعد. زواجي من وعد دام من يوم ونحن صغار بين أبوي وأبوك، وأبوك عايش حي يرزق، وما أظن بيوافق باللي أنتوا تسويوه الحين. بس هي ما تريدك.
بعد الزواج تريدي كل البنات كذا. أنا جاي أتفهم معك ماجد وزايد، أنت تعرف جنونهم، ما تتوقع إيش ممكن يسويه فيك. أنا ما أخاف وأنت عارف هذا الشيء. سوق راج وس أشد سكت عجد وس يا عد الطيب ما ينفع معك. ما قلت أنت تتهور. نفس هذه اليد أبوك قدرها وغصبكم تكتبوا الورشة باسمي، وعد ما كنت بغير رايي من الزواج منها لولا ما عرفتي ان مبارك وتخالتي كان يريدها. الله يرحمه، حتى هو ما لحق يتزوجها. زيارتك في يوم السباق ما تذكرك بشيء؟ يكفي إلا رباني رباني. الياسمين يكفي النظر لني. محتاجة أشوف جدك جوهر اليوم. حاضر. مبارك تحمل ماجد علشاني، بس ما كان يدري اني اتعامل مع جني بجسم انسان. هو ما ضر، لا هو اللي قتله. Thank you.
أنا أعرف إنك زعلانة مني، بس صدقيني كل شيء صار بسرعة. صراحة لين، أنا تفاجأت لما أبو قيصر خبرني إنك جالس بتحاول تحصل تصريح الزواج مني، واللي فاجأني أكثر لما أنت خبرتني إنك ما بغيت أظلمك معي ولا أظلم نفسي، لأني في بداية حياتي المهنية، فالله يعوضك بإنسان أحسن مني. الله يسلمك. وعلى أي حال أنا ما جلسة هون، أنا راح أرجع بلدي، أمي مريضة وجلسة لحالها ولازم أنا أكون موجودة معاها، وإنت الله يهنيك إن شاء الله. يعني ما نلتقي إلا في مناسبات العمل. أنا بيتي ومكتبي مفتوحين لك، تقدر تشرفني في أي وقت يا أبو قيصر. هذا الكلام ما من قلبك، أنا عارف، لأن أحس إني ماما. إيش أخبارها؟ تتزوج قريب إن شاء الله. السلام عليكم. تريدي تتزوجي يا رقية؟ هذا اللي اتفقنا عليه؟ كان طلاقك مني مشروط انك ما تتزوجي غيري، ليش ساكتة؟ تقدر تقول هذا الكلام لأخوي الحاج؟ خلي الحاج الحين على صوب، أنا أتكلم عني وعنك. أنا لازم أعيش حياتي، وأنت بعد لازم تتقبل هذا الشيء، وأرجوك إذا ما تريد المشاكل. ومن هذا سعيد الحظ؟ ما تريد تخبريني ها؟ ليش؟ خايفة عليه مني؟ لا، خايفة عليك أنت منه. أنا بعتبر هذا المكالمة الأخيرة بيننا، ولو تكررت راح أخلي الحاج يرد عليك. مع السلامة. العود جالس ينتظرك من البارحة. عارفة، بس فضلت أجي اليوم. مشكورة يا هند، هذا كثير. هي بترد عليش؟ ما كثير عليكي، وهذا من فضل الله وفضل خيرك. تسلمي. وما قال لك وين رايح؟ قال رايح يشوف ربعته اللي كان يشتغل معاهم في شركة النفط. ذوقوا واعطينا رايك. يا جماعة هذا كثير. ما شيء كثير على الغالية. شريفة والبنات اللي عندهن شغل يسوي لهم، خلوني مع عمتكم. إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. حصلت الناس اللي رحت لهم؟ الصحيح إني رحت للناس اللي ما ممكن أحصلهم. العود. أنا كنت هنا في البيت وهم كانوا هنا في بيوتهم. أنا تركت مكاني حتى أسأل عنهم وما حصلت إلا أولادهم اللي ما يحفظوا منهم وعنهم شيء. ظن إني رايح أطلب. هي صحيح إن النار ما تخلف إلا الرماد. وهذا اللي مضايقنك؟ هذا اللي مضايقني. شنتي أنا؟ أنت شفتي في شبه مبارك؟ مبارك نفسه؟ لا يا بنتي، الأمس يوم واليوم يوم وبكرة يوم، ما يتشابهوا إلا لأنهم أيام، لكن كل يوم غير عن الثاني. خليه هو وغيره. أنا توقعت لما يسمع كلامي عن ماجد واللي سواه في مبارك يعرفوا عن حقيقته، بس نسيتي إنه عايش سنين عمره بحقيقة ثانية، وكلامك هذا بدأ يشوهها. بس أنا كل اللي قلته صحيح. إنه ما كل شيء صحيح ممكن الناس تصدقه. خليه هو وغيره يفهموا مع الأيام، ووكل الأمر لصاحب الأمر سبحانه.
اريد اشوفهم يا رضيه. شداد حبيبي، انت تعرف ان دخولهم في المكان صعب. طيب بوسيهم عني. ان شاء الله. أرجو شيء رضي الله.